نخش في مناقشه برضو جديه وملفات، معلش هو بره شويه، بس انا عايز اسالك سؤال بجد، انت حاسه بايه؟ انا حاسه بسعاده شديده وبرضا داخلي، والحقيقه انا يعني انا سالتك السؤال ده عشان اقول للساده المشاهدين، هو الوزير بيحس بايه لما يعمل حاجه كده؟ هل ده بيعتبر ان ده خلاص ده جزء من شغله؟ لا، انا عارف انه جواكي سعاده شخصيه. انا طول عمري في الخارجيه بحب ان انا اشتغل في القنصليات اكتر من السفارات، لانه القنصليات لما بتساعد حد بتشوف على وجهه هذه السعادة، فبيبقى عندك أخدت المكافأة. وكل قنصلية كنت بشتغل فيها كنت برجع بدعوات، فأنا شغلي ما هواش ملفات سياسية أو اقتصادية، أنا شغلي مع حياة إنسان. صحيح. وبالتالي لما أقدر أن أنا أعمل له حاجة أكيد ده بالنسبة لي هي المكافأة يعني. صحيح صحيح. ولا وأنا بقول لك، لك أنت سعدي وأنت فخري كمان بجد.